مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. اليوم رجعنا وياكم بعرض للجنسية التركية. مثل ما نشوف خلفنا اليوم عندنا شقق قيد الإنشاء، 4 شقق، 2 شقتين غرفتين وصالة وشقتين غرفة وصالة. هذه الشقق تباع كلها مع بعض للحصول على الجنسية التركية. يعني من تشترون هذه الشقق راح تحصلون على الجنسية التركية، وكذلك بنفس الوقت راح يكون استثمار، لأن الشقق حاليا عليها تخفيض مثل ما تشوفوا مجمع قيد الإنشاء بعد ما خلصان. طبعا هذا المجمع راح ينتهي في نهاية هذا السنة ويتم تسليم الشقق، لكن يتم البيع حاليا وتقدرون تحصلون على الجنسية حاليا. طبعا المجمع موجود في منطقة محمود لار، قريب على الشارع الرئيسي وكذلك قريب على البحر، واللي يبعد تقريبا 300 متر عن البحر إلى 400 متر، يعني تقدرون تتمشوا دقيقتين توصلون للبحر. الشخص اللي يفكر بأخذ الجنسية التركية هو وعائلته أو الاستثمار في تركيا، هذا راح يكون خيار جدا مناسب إليه، لأنه مثل ما نعرف المجمعات القيد الإنشاء دائما يكون عليها تخفيضات، مو مثل المجمعات المنتهية. طبعا المجمع كامل الخدمات مثل ما راح نشوف، وكذلك راح أعرض لكم صور الـ3D واللي هي تبين لكم شكل المجمع، كذلك الخدمات اللي راح تكون، التفاصيل كلها اللي تريدون تعرفوها راح تشوفوها بالصور. لكن راح أشوفكم فد نظرة سريعة على المجمع من الداخل. إذا تلاحظون فوق أكو عمال ديبنون، يعني العمل مستمر فيه وإن شاء الله يكمل في نهاية هذه السنة. هسه راح نفوت للمجمع، خليكم ويانا خلينا نشوف باقي التفاصيل. مثل ما نشوف أمامنا هذا هو الشارع الرئيسي، من هنا هناك الكافيهات الماركتات كلها موجودة، كذلك البحر خلف هذا البناء اللي أمامكم تقريبا 200-300 متر. هنا هذا البناء مالتنا، راح نفوت هسه نشوفه، تشوفون العمال دي يعملون هنا لأنه لا زال العمل عليه جاري. طبعا راح تكون في خدمات كاملة، مسبح، في حمام، في فتنس، في جراج خاص، وفي كل هاي التفاصيل اللي راح تشوفوها إن شاء الله بالصور. لكن هسه راح ندخل الوحدة من الشقق بس نشوفكم نموذج على شكل الشقق وتفاصيلها إن شاء الله. وهسه أمامنا في هذه الصور الـ3D اللي هو الديزاين الخاص بالبناء. طبعا راح نشوف شكل البناء من الخارج، تفاصيل البناء والمظهر الخارجي، اكيد ايضا الخدمات الموجوده في هذا البناء مثل المسبح، وايضا تشوفون الموقع مال هذا البناء يكون على بعد 300 متر تقريبا عن البحر، كذلك يعتبر يعني بناء راقي مثل ما تشوفون. وايضا تشوفون هنا المناطق الخاصه بالخدمات مثل الكافتيريا، طاوله الالعاب او صاله الالعاب، كذلك غرفه الجلوس اللي موجوده في داخل البناء، وايضا صاله الرشاقه او الفتنس اللي تكون متكامله. وهذا نشوف الشكل مال التصميم بالليل، وايضا يعني شيء حلو هذا التصميم او هذا الشكل لغرف النوم او الغرف الداخليه. طبعا هذا يعتمد على نوع الاثاث اللي راح تحطوه، لكن هو فقط لمجرد التوضيح كيف راح يكون شكل الغرف. وهسه اللي حنسويه راح نفوت على وحده من الشقق. طبعا هسه راح ندخل الوحده من شقق العرض، هذه راح تكون هذه الكواليتي. شوفوا السقوف الثانويه الارضيه، طبعا هنا راح تكون خزانه، هذه اللي هسه راح تشوفوها بالضبط راح تكون نفسها الشقق الباقيه على نفس التصميم. طبعا هنا عندنا غرفه نوم رئيسيه مثل ما نشوف امامكم، هذه مساحه غرفه النوم الرئيسيه، وفيها كذلك حمام اللي نشوفه هنا، طبعا المغسله، التواليت، وكذلك الشاور. تشوفون الكواليتي كلش حلوه، الارضيه، الابواب. طبعا هنا راح يكون الحمام الرئيسي في هذه الشقه، هنا المغسله امامكم، التواليت والشاور، وهناك مكان غساله، كل شيء جديد بعد ما مستعمل. طبعا التقسيم التالي راح يكون هنا عندنا المطبخ المنفصل، تشوفون مساحه المطبخ المنفصل، وتشوفون الارضيه ايش قد حلوه. هذه راح تكون هنا مثلا طاوله الطعام تقدرون تحطون هنا بقيه الشغلات اكيد الخاصه بالمطبخ. طبعا هنا تشوفون هذه الشقه بالطابق الاول، التفاصيل انه بالطابق الاول الشقه 2+1، بالطابق الثالث والرابع شقه 1+1، وبالطابق الثامن شقه 2+1. طبعا نروح ايضا هذه غرفه نوم الاطفال واللي فيها بالكون ثاني، فهذه الشقه 2+1، مطبخ منفصل، بالكونات عدد 2، حمامات عدد 2. تشوفون هنا انا مجهزين الشغلات الكهربائيه حتى يكملوها، وهذا البالكون الخاص بها يكون على الشارع. طبعا مثل ما قلنا تشترون الـ4 شقق تحصلون على الجنسيه التركيه.
وكذلك استثمار جدا رائع. احنا هو الصالون، مساحة الصالون جدا حلوة، تقدرون تصمموها بالشيء اللي يعجبكم. هنا اكو نافذة، خلينا نجي من هاي الجهة نشوفها. هذه هي مساحة الصالون، وايضا فيها البالكون الخاص واللي يخرج مع المطبخ. ونشوف امامكم هذا مساحة البالكون اللي تكون من هذه الجهة الى المطبخ. وهذه هي تفاصيل هذه الشقة. خليكم ويانا، خلينا نتكلم على تفاصيل السعر والجنسية وكل هذه الامور، بس حبيت اشوفكم نموذج عن الشقق. طبعا هم يسوون نموذج شقة حتى يشوفوها للعالم، وتشوفون الكواليتي جدا حلوة، فشي جدا ممتاز. يعني حتى لو بعتوه او اجرتوه ما راح تخسرون باي شيء. خليكم ويانا، خلينا نتكلم عن باقي التفاصيل. هسه راح ندخل الشقة 1+1، ايضا راح اشوفكم نموذج، بس هذه الشقة هي مو نفسها اللي راح تنباع. احنا اللي عندنا بالطابق الثالث والرابع، هذه بالطابق الاول لكن فقط شقة عرض. طبعا اول ما ندخل هنا اكو خزانة تشوفوها مال الملابس، كذلك الاضاءة. راح يكون الحمام الرئيسي في هذا المكان، المغسلة مالتنا، تواليت شاور. وهنا عندنا المطبخ الامريكي مع الصالون مثل ما تشوفون. اعتقد مساحة 60 متر بهالحدود الشقة، او ممكن 55 متر مع البالكون، ممكن 60 متر. تشوفون ايضا المساحة حلوة، الكواليتي نفسها مستعملة في كل الشقق. هذه هي فقط شقة للعرض مثل ما ذكرت. الشقة اللي راح تنباع او الشقتين هي في الطابق الثالث والرابع، ال1+1، اما ال2+1 فبالطابق الأول وبالطابق الثامن. الثامن به منظر حتى البحر تشوفوه. طبعا هاي أيضا من هنا نجي نشوفها هذه المساحة. طبعا أنتم مو بالضرورة تبيعون كل الشقق، ممكن تشترون الأربع شقق تأجروهن، أو ممكن تسكنون في وحدة. هذه غرفة النوم، طبعا غرفة نوم صغيرة بالنسبة لشقة وصالة، يعني غرفة وصالة 1+1. وكذلك هذا هو البالكون مثل ما شفنا، بالكون يعتبر كبير نوعا ما. هذا هو البالكون امامكم، وشفنا هذه العرض ل1+1. فبس حبيت اشوفكم نماذج من الشقق اللي راح تشتروها في هذا البناء، واللي راح يكمل في نهاية هذا السنة ان شاء الله. فابقوا ويانا، خلنا نتكلم عن باقي التفاصيل. ومثل ما شفنا امامنا في هذا العرض، هذا العرض يخص الحصول على الجنسية التركية. يعني الناس اللي يفكرون يحصلون على الجنسية التركية يستفادون من هذا العرض، لانه حاليا عليه تخفيض. طبعا تفاصيل هذا العرض هي اربع شقق، شقتين 2+1 وشقتين 1+1. تفاصيل الشقق مثل ما شوفتكم نموذج عرض للشقق ل2+1، كذلك ال1+1. يعني راح تكون الشقق بهذه الكواليتي وبهذه الشكل. طبعا الشقة ال2+1 الاولى تقع بالطابق الأول، والثانية تقع بالطابق الثامن. أما الشقق اللي هي 1+1 فوحدة بالطابق الثالث والثانية بالطابق الرابع. شفنا المجمع، مجمع كامل الخدمات، وكذلك مسبح، يعني حمام، صالة رشاقة، كل شيء بي بخار، وكذلك بي جراج خاص، وأيضا قريب على البحر. هذه المجمع في منطقة محمود لار، قريب على الشارع الرئيسي، قريب على الخدمات، قريب على الماركتات، الأسواق، وكذلك عن البحر، تقريبا 200 إلى 300 متر عن البحر. يعني مكان حلو، المجمع حلو، الكواليتي موجود حلو. وأيضا الأحلى هو أنه راح تحصلون على الجنسية التركية في حال كنتوا تريدون فقط تحصلون على الجنسية، أو في حال مفكرين بالاستثمار. يعني ممكن أنتوا تشترون هاي الشقق يا أما تسكنون بهن، يا أما تأجروهن، أو بعد فترة، بعد 3 سنين أكيد، لأنه ما يحق لكم التصرف بالملك مالتكم لمدة 3 سنين، بعدها تقدرون تبيعوه حتى تحصلون على الجنسية التركية. السعر المطلوب في هذا العرض هو 280 ألف يورو. هذا السعر مناسب جدا للحصول على أربع شقق، وكذلك يعني حتى إذا تريدون تحسبوها حساب عرب، إذا تبيعوها راح يعني بعد ما تنتهي أكيد راح تكون أكثر من هذا السعر. طبعا المجمع هذا راح ينتهي في نهاية هذه السنة، والتسليم راح يكون في نهاية هذه السنة، وهذا الموضوع يبقى لكم إذا تريدون أنتوا تستقرون به، إذا تريدون تأجروا تستثمروا، أو كذلك إذا تريدون تبيعوا. أتمنى إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. أي سؤال عندكم الأرقام موجودة هنا، تقدرون تتصلون ويانا، وكذلك تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لكن كثير ناس سألوني على موضوع الجنسية التركية، هذا واحد من العروض للحصول على الجنسية التركية. يا رب إن شاء الله نشوفكم بخير، ونشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.